الله الرحمن الرحيم. تمشيا مع توجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من خلال خطاباته السامية والتي تعطي أهمية قصوى للأسرة المغربية داخل وخارج أرض الوطن، ارتأت جامعة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج باعتبارها جامعة تهتم بشؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج وخصوصا شبابها وأطرها على تنظيم هذه الندوة العلمية بشراكة مع رابطة كاتبة إفريقيا والمغرب حول موضوع قيم الأسرة المغربية بين بلدان الإقامة والبلد الأم. هذا الموضوع الذي له رأينيته نظرا للتطورات التي تعرفها المجتمعات الدولية في المجال الثقافي والحضاري والاجتماعي والقانوني والحريات الفردية والعامة والجماعية وعلاقتها بواقع قيم الأسرة المغربية والهوية الوطنية ببلدان المهجر طبعا وعلاقتها بالمغرب البلد الأم. ومن خلال هذه الندوة التي طرحت إشكاليات وتساؤلات حول قيم الأسرة المغربية في كافة جوانبها وخصوصا الجانب القانوني وتعديل مدونة الأسرة بشكل يجمع بين كل ما هو ديني وما هو حقوقي وفي نفس الوقت طبعا تماشيا مع التطورات البلدان الإقامة والتي ليست بسهلة والخروج بتوصيات واقتراحات تساهم في الدفاع عن مفهوم القيم الأسرة المغربية وحقوق الإنسان بصفة عامة. أنا جد سعيدة بالمشاركة في الندوة العلمية الدولية التي تنظمها جامعة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج. أولا بالنظر لما تحظى به هذه أولا الفئة من عناية مولوية سامية، بالنظر أيضا للمتغيرات والتحولات العميقة اللي كتعرفها كيعرف المجتمع المغربي بالخارج من تشبيب وتأنيث وأنه أصبح الحمد لله جغرافية الهجرة المغربية أصبحت على مستوى يعني المعمور، لم تعد مقتصرة كما هو في سبعينيات القرن الماضي في القارة الأوروبية، لكن رغم هذه التحولات العميقة بتشبيبها بروز الأجيال الصاعدة نجدها الحمد لله تحتفظ بثابت لا يتغير له هو الارتباط الوثيق بالمرجعية بالثوابت الوطنية بالاعتزاز بمغربيتها باعتزاز وفخرها وارتباطها بثوابتها الوطنية على رأسهم جلالة الملك حفظه الله وما ثم بالإضافة إلى ذلك لابد أيضا من الإشارة إلى أن المغرب حقا كرس وأيضا رصد تجربة مؤسساتية مهمة جدا فيما يتعلق بحماية حقوقهم وأيضا الاستفادة خصوصا ما يتعلق بتعبئة الكفاءات المغربية في جلد الأوساط، وهذا نقاش، لهذا هذا النقاش حول هذا الموضوع الحمد لله اليوم هو نقاش مهم جدا نناقش به من موقع المواطن موقع الخبرة وموقع أيضا لبلد دائما منفتح وبلد حقيقة غني بمواطنه بالداخل وبالخارج. السلام عليكم، معكم ياسمين القداوي مندوبة جامعة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج بجنوب المملكة الإسبانية. اليوم نتواجد هنا بالرباط لحضور ندوة علمية دولية المنظمة من تنظيم جامعة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج ورابطة كاتبة إفريقيا والمغرب. وهذه الندوة تتكلم عن قيم الأسرة المغربية بالخارج وخصوصا ما شاهدناه مؤخرا من الجالية المغربية التي عبرت في كثير من المواقف عن حبها الكبير لوطنها الغالي، وهذا ما رأيناه وما شاهدناه في احتفالات مونديال قطر بالنتائج الرائعة التي حققها المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022، وكذلك شاهدنا روح التضامن القوي في كارثة أو إقليم الحوز. شاهدنا بأن المواطن المغربي يتحرك من مسافات بعيدة لإغاثة أخيه المواطن مساهما بوقته ومجهوده وماله، وكذلك هذا يؤكد لنا عن أن المواطن المغربي أينما حل وارتحل فإن حبه لوطنه
وشعبه حبه راسخ دائما في قلبه وعقله وجوارحه. نجاة سيمو، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كنشاركوا في هذه الندوة اليوم اللي كتنعقد في هذا اليوم الكبير واللي جات بأمطار الخير الحمد لله، اللي كان الشعار ديالها هو القيم ديال الأسرة المغربية ما بين دول المهجر ودول يعني والبلد الأم. وفي الحقيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي عد واحد الرأي في 2022 بعد الخطاب الملكي السامي اللي اهتم بالجالية المغربية واللي أعطى التوجيهات السامية دياله من أجل الاهتمام بجميع الجوانب التي تتعلق بالجالية المغربية. أعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي واحد الرأي اللي كان مهم جدا واللي رصدنا فيه يعني المشاكل التي تعوق اولا اندماج ديال الجاليه المغربيه في بلدان الاقامه، وكذلك الروابط التي تربط هذه الجاليه بالبلد الام، وهي روابط منها دينيه ثقافيه اقتصاديه، لان الجاليه المغربيه يعني التحويلات ديالها الماديه كتخصص جزء من المداخيل ديالها في البلدان ديال الاقامه من اجل الاستثمار ديالها في البلد الام. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.